بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى العالمين. الحكم الشرعي لفوائد شهادات الاستثمار الذي لا يعلمه كثير من الناس. هروح حضرتكم أدلة يقينية قاطعة، أدلة قاطعة يقينية على حرمة فوائد شهادات الاستثمار، وإيه اللي إحنا نعمله عشان ننجي أنفسنا من هذه المصيبة، من هذه الهلكة. لأن أكل المال الحرام خاصة الربا هلكة ومصيبة كبيرة جدا يوم القيامة. الدليل الأول على حرمة شهادات الاستثمار: الفلوس اللي أنت بتشتري بيها الشهادة دي ماهيش استثمار، ده قرض مقنع. يعني إيه قرض مقنع؟ أنت بتسلف البنك. إيه هو الاستثمار أو هي التجارة؟ الاستثمار أو التجارة معناها المضاربة، يعني معناها يا تضرب يا تتضرب. بمعنى انك انت بتدي واحد فلوس عشان تشاركه، وانت مش ضامن فلوسك. لو هو كسب مكسب كبير قوي تكسب زيه، لو كسب مكسب متوسط تكسب زيه، لو كسب مكسب بسيط تكسب زيه، لو فلوسه كلها راحت انت كمان لازم فلوسك كلها تروح. هو ده مبدأ العدالة المطلقة اللي بيتوفر في نظام المضاربة او نظام التجارة، واللي مش موجود خالص في نظام البنوك. انت بتشتري شهادة استثمار بفايدة ثابتة، وفي أي وقت تقدر إن أنت تسترد الشهادة دي، يبقى فين التجارة هنا؟ أنت ضامن فلوسك. هي التجارة إن الواحد يبقى ضامن فلوسه؟ فين المضاربة بقى؟ ده أنت بتسلف البنك، ده اسمه قرض مقنع. أنت بتسلف البنك مبلغ معين وبتاخد عليه فايدة ثابتة كل 3 أشهر أو كل 6 أشهر. وفي أي وقت بتسترد الشهادة بتاعتك بتاخد فلوسك تاني، يبقى أنت كأنك سلفت البنك فلوس. ما هو مش لازم التسليف يكون من فرد لفرد، ممكن يكون من فرد المؤسسة. يبقى اذا ده قرض مقنع. اولا فايده ثابته، ثانيا انت ضامن فلوسك. فايده ثابته حتى لو المكسب، لو البنك كسب 100% او 1000%، انت هتاخد 10% بس. البنك خسر، عمره ما البنك بيخسر، برضه انت هتاخد 10%. يبقى فين مبدا العداله هنا؟ انت ضامن فلوسك من قبل ما تحطها. يبقى انت زي بالظبط اللي بيسلف، اللي بيسلف بيشتري بيسلف واحد بالربا، بيقول له خد هترجع لي فلوسي دي بالزياده قد كده. فانت بتسلف البنك وشهاده مثلا ب 1000 جنيه، بتسلف البنك ال 1000 جنيه دي وبتاخد عليها فوائد ثابته كل كام شهر، وبعدين بتستردها في اي وقت تاني. بس الفرق ان انت ما بتاخدش اصل المبلغ مع الفايده، اصل المبلغ بيبقى مغضوب تاخد الفايده. غير الربا العادي، الشخص بيرجع لك فلوسك وبيرجع لك الزياده الربويه عليه. وكل قرض جرى نفعا فهو ربا حتى لو كان درهم. ده الدليل الاول، ودليل لا يحتمل الشك. ما دام انت ضامن فلوسك وفايده ثابته، يبقى انت بتسلف البنك مش بتستثمر. ادي ده دليل تاني. الفلوس اللي انت بتاخدها دي من شهادات الاستثمار دي، ما بتيجي منين؟ ما بتيجي من حرام. مش البنك ده اللي هو الحكومي ده او الربوي ده بيدي قروض ربويه، واحد عايز يعمل قريه سياحيه، واحد عايز يعمل فيلم سينمائي، واحد عايز يدي له فلوس. وبعدين لو ما سددش يتخرب بيته ويتعمل عليه بروتوسته، والمال الحرام اللي البنك كسبه من الشخص ده بيدوه لك انت كمودع او كمرابي، بس على في كادر اصغر. يبقى انت مكسبك في شهادات الاستثمار دي جاي من الحرام، جاي من القروض الربويه. ما هو بيكسب بياخد من القرض، بيدي قروض ربويه صريحه. واحد يجي يقول له انا عايز اخد قرض ربوي، يدي له قرض ربوي، والمكسب اللي ياخده منه يروح مديه لك انت، وانت عارف يبقى ده حرام ولا مش حرام. طب الدليل الثالث: البنك اللي هو الربوي ده، او ده اللي هو يعني لا يتعامل بالشريعه ابدا، ما عندوش لجنة فتوى بباشر الحلال والحرام. الحلال والحرام بمعنى بيشارك في أي حاجة، بيتعامل بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة. أي حاجة تجيب فلوس يخش فيها، قرية سياحية في مارينا ولا في شرم الشيخ ولا مش عارف فين، تراق فيها الخمور وتأتي النساء الأجانب من أمريكا وأوروبا العاريات، يديله واحد عايز يعمل فيلم سينمائي، واحد عايز يعمل ملهى ليلي، واحد عايز يعمل كافيتيريا تشرب فيها يشرب فيها الدخان ويلعب فيها الطاوله والدومينو ولعب النار، ده حرام شرعا من الكبائر و و و يديله. يبقى اذا والبنك بيبقى شريك في المشاريع دي وياخد الفلوس الحرام دي، يديها لك انت كمودع، يبقى حرام ولا مش حرام؟ طيب الدليل الرابع، ولا يحتمل الشك برضه، قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: ياتي على الناس زمان ياكلون من الربا. فالصحابي تعجب، الرسول سكت اهو، قالوا يا رسول الله كلهم؟ الصحابي مش مصدق كل الناس هتاكل من الربا؟ قال له ايه؟ قال له من لم ياكل
من الربا فسيصيب غباره، هيتلط منه. لان حتى لو انت الدوله نفسها او معظم الدول الاسلاميه او كل الدول الاسلاميه بتاخد قروض ربويه من دول تانية اكبر، وده بيصب في البنك المركزي وبيصب في مرتبات الناس، فده اسمه ده اسمه غبار الربا. طب خليك في الغبار، خليك من صفوه الناس، ما تاكلش من الربا اكل مباشر. وده طبعا الزمان ده هو اللي احنا فيه، ياتي على الناس زمانه ياكلون من الربا، قال كلهم يا رسول الله من لم ياكل من الربا فسيبه يصيب. عايزين ادله اكتر من كده. طيب ما هي عقوبه اكل الربا؟ اقول لكم بعض العقوبات الفادحه اللي مش ممكن الانسان يسمعها بيكون عنده ذره ايمان وذره خشيه من الله سبحانه وتعالى ويستمر في اكل الربا. الدليل الاول رواه الامام المنذري، والامام المنذري في ترغيب وترغيب تلميذ الامام الشافعي، وهذا الحديث صحيح والامام الالباني حديث صحيح. درهم ربا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال درهم ربا اشد عند الله سبحانه وتعالى من 36 زانيه. سند صحيح. في روايه ثانيه درهم ربا اشد عند الله من 36 زانيه ادناها ان ينكح الرجل امه في صحن الكعبه والعياذ بالله. يعني انت لو زنيت 36 مره بامك في صحن الكعبه ما وصلتش في الاسم لدرهم ربا. حديث صحيح. بالله عليكم في حد يسمع الحديث ده ويظل ياكل من الربا؟ دليل تاني او العقوبه الثانيه. قال عليه الصلاه والسلام في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف امره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم. قال عليه الصلاه والسلام في تفسير هذه الايه: يبعث اكل الربا يوم القيامه مجنونا يتخبط. يعني هيطلع من القيامه من قبره زي السكران يتخبطه الشيطان من المس، فضيحه قصاد الناس. العقوبه الثالثه: الرسول صلى الله عليه وسلم شاف اكل الربا في الاسراء والمعراج، راجل له بطنه عظيمه قد البيت مليان عقارب وتعابين بيسبح في بحر دم، كل ما يحاول يطلع من البحر ده يلقمه رجل او ملك بحجر ياكله في بطن، ياخذ الحجر ده هذا الحجر في فمه ثم يخرج من الدبر والعياذ بالله. العقوبه الثالثه. العقوبة الرابعة اللعن والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدي عدله. واللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. عايز ايه أكتر من كده؟ العقوبة اللي بعد كده الربا من السبع الموبقات، مش من السبع الكبائر، اجتنبوا السبع الموبقات يعني اكبر الكبائر: الشرك بالله، قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، السحر، اكل الربا، اكل مال اليتيم، قصف المحصنات، التولي يوم الزحف. اكل الربا عايز ده ربنا قال والله لا يحب كل كفار، خلي بالكم مش كافر، يعني اذا اكل الربا شديد الكفر مش كافر بس، مصداقا لآية في سورة البقرة. لسه احنا قايلينها دلوقتي. عقوبة ثانية قال عليه الصلاه والسلام في الحديث ان الرجل والحديث صحيح لا يقذف باللقمه الحرام في جوفه فلا يقبل الله له صرفا ولا عدلا 40 يوما. لقمه بس، واحده بس، يعني لو كانت في اليوم 100 لقمه منهم لقمه بس حرام تمنع قبول العمل لمده 40 يوم، لا تقبل صلاه ولا زكاه ولا اي عمل. طب اللي بياكل وجبه كامله كل يوم، طب الاكل كله من حرامه ولباسه من حرام، يبقى وضعه ازاي؟ طب نعمل ايه؟ تشيل فلوسك وتحطها في بنك اسلامي. بعض الناس يقول لك البنك الاسلامي زي البنك، ما فيش فرق كبير بينهم. لا، في فرق. اولا الاعمال والنيات. انت عملت حاجه تثبت رب العالمين سبحانه وتعالى ان انت خايف منه، دي اول حاجه. ما انت مش هتقدر تسيب فلوسك في البيت، لو كانت اكبر من نصاب الزكاه هتاكلها الصدقه وممكن تسرق، لازم تشيلها في مكان امين. ف ليه البنك الاسلامي احسن من البنك العادي؟ اولا البنك الاسلامي مستحيل يدي قرض ربوي، مش ممكن واحد يروح للبنك الاسلامي يقول له اديني قرض ربوي يديله، مفيش الكلام ده. ادي اول حاجه. تاني حاجه، يبقى اذا احنا قطعنا سبيل من سبل الحرام. الحاجه التانية في البنك الاسلامي ان الفايده مش ثابته، مش ثابته زي البنك التاني، بتطلع وتنزل، يبقى انت برضو بعدت عن الحرام شويه. الحاجه التالته في البنك الاسلامي المفروض ان يكون في لجنه تباشر الحلال والحرام. هناك
في البنك التاني مفيش لجنه مباشر حرام حرام، بيتعاملوا عايز يعمل بقى زي ما قلت لكم كباريه يعمل بيديله بدل هيديله بدل هيكسب يبقى يكسبني، ما فيش مشكله بالنسبه. لكن البنك التاني لا، مش ممكن بنك اسلامي يدي واحد مش ممكن يخش شريك في قريه سياحيه او في مالها ليلي او لا ما يحصلش. يبقى اذا انت اقرب للحلال من الحرام، اقرب اكثر باقرب. يبقى اذا طيب وعملت اللي عليك، طلعتها من رقبتك وعلقتها في رقبتهم هم، بعد كده بقى خلاص. وبعد كده تعمل تكمل اللي عليك ازاي؟ تاخد الذي يكفيك لاكلك الضروري وشربك الضروري وملبسك الضروري وتتخلص من الباقي. انت كده امنت نفسك تمام وبتاكل حلال باذن الله او اقرب ما يكون للحلال عشان العمل يقبل وتخرج نفسك من مصيبه الربا. بعض الناس هيرد ويقول لك ما في علماء اجازوا. اقول لك العلماء اللي اجازوا دول مش هينفعوكم بالقيامه، مش هينفعوكم بالقيامه، لان اما انهم اخطاوا في الاجتهاد، وانا قلت لكم الادله القاطعه دلوقتي، اما انهم يفعلون ذلك لينالوا حظوه او مكانه او ليرضوا نظاما ظالما، ليرضوا نظاما ظالما. ولو افترضنا انهم اخطاوا في الاجتهاد فان الموضوع ده لو فرضنا المستحيل وان هو مش حرام في 100%، وطبعا ده الكلام ده غير صحيح، لكن هنفرض المستحيل، اذن هو من الامور المشتبه فيها. وان الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن الامور المشتبه فينا كما نهانا عن الحرام. قال اقول لكم ده الدليل عشان تعرفوا برضه اللي بيعمل الامور المشتبه فيها. قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. من وقع في الشبهات، ايه الامور المشتبه فيها اللي بيختلف فيها العلماء؟ ناس تقول حلال وناس تقول حرام. يبقى ناخد بالاحوط ما اخدش بالايسر. لان دي مصيبه. دي مصيبه كبيره جدا. ده لو فرضنا ان الراي اللي فيه، لكن احنا بنقول لحضراتكم المستحيل، لكن غير الأدلة اللي أنا قلتها أدلة يقينية ولا تحتمل الشك. قال عليه الصلاة والسلام، شوف الحديث ده حديث خطير جدا، أخطر من الحديث اللي أنا قلته دلوقتي. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني الأمور المشتبه فيها محرمة عليك. لأن من هنا أداة شرط، بتعمل أمور مشتبه فيها يبقى أنت بتعمل حرام. ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، مش كلام أنا. الدليل بعد كده قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: لن يبلغ الرجل درجة المتقين حتى يدع ما ليس فيه بأس خشية الوقوع فيما فيه بأس. يعني ايه درجة المتقين؟ يعني مش هتخش الجنة. لازم يكون عندك حد أدنى من التقوى عشان تخش الجنة. وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا. ربنا قال كده. ويسخرون من في سورة البقرة بيقول ايه؟ ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، مش الذين آمنوا. لازم يكون عندك حد أدنى من التقوى عشان تخش الجنة. يبقى الرسول لا يبلغ الرجل درجة المتقين حتى يدع ما ليس فيه بأس، يعني ايه؟ يعني لازم يسيب أشياء حلال مش أشياء مشتبه فيها خشية الوقوع فيما فيه بأس. حديث صحيح. ده انت بتعمل امور مش مشتبه فيها، دي امور حرام بالادله مش مشتبه فيها. يبقى انت فين بقى وفين انت وفين المتقين؟ يبقى انت بعيد عن المتقين. لذلك سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر كنا نترك 19 الحلال خوفا من الوقوع في الحرام. 19 مش 10 ولا 20، الحلال مش امور مشتبه فيها خوفا من الوقوع في الحرام. هما بيشوفوا 19 الحلال واحنا بنتلكك عشان نعمل الحرام، بنتلكك باي بفتوى شاذه او فتوى خاطئه. فيا ريت نتقي الله سبحانه وتعالى. الحق نفسك قبل فوات الاوان، شيل فلوسك حطها في بنك اسلامي، اتقي الله سبحانه وتعالى عشان تاكل حلال وتاكل ولادك حلال، ما تضيعش نفسك. كل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.